احنا نسمع يعني تجربه. ام وادي مرحبا بك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. تفضلي. طيب بالنسبه للطويل الاصغر والفكره بتاعته عموما، طبعا الموضوع ده شغل بالناس كثيرين بيكونوا محتاجين للدعم حقيقه يعني في السودان. انت عندك تجربه معينه؟ طبعا اكيد هحكيها ان شاء الله، بس انا عندي بعض الحاجات اللي عايزه اقولها واطرحها، واتمنى انا عندها يعني لو سمعنا تجربتك في الاول لكان خيرا، يعني نتوقف عند تجربتك ماشي. بعدين نشوف الكلام العام. طيب ان شاء الله. اول حاجه تجربتي انا ان شاء الله باذن الله، انا كنت عايشه برا السودان فتره طويله شديد كويس جدا قبل 3 سنوات. كنت شغاله هناك براي، ما كنت محتاجه اي دعم من اي نوع من اي جهه برا السودان. جيت هنا بمبلغ معين وعلى حسب الوضع اللي هنا في السودان، المعيشه الناس عايشينها والضغوط اللي عايشينها كل الناس. شغاله في هذا المجال يا ام وعد؟ انا كنت بعمل في المجال بتاع التجميل كويس. وفي مجال ثاني مرافق له، مجال بتاع الخبائز المعجنات والحاجات اللي انتم عارفينها كلها حقت السودانيين ماشي. الشغل برا كان كويس جدا، ما محتاج قلت لك اي دعم. باختصار انا لما جيت هنا السودان كان معي مبلغ كويس جدا، عايز ابدا مشروع، وعلى حسب الحاجه انا شايفها والوضع الحاصل هنا كل الناس عارفينه، المبلغ ده انتهى. المهم انه انا لجأت للتمويل الاصغر وخدت تجربه معاه، وانا كانت اول عندي كبير في انه انا اقدر انا احقق جزء من احلامي او امالي في بلدي بعد رجعتها، خصوصا انه عندي انا بنات بتدرس في جامعه، عندي انا حاجات كثيره محتاجه انا اعملها، عايزه اضع بصمه في بلدي غبت منه سنين طويله. لما جيت ومشيت واتجهت بخطى ثابته تجاه الموضوع بتاع التمويل الاصغر ومشيت، اول حاجه اول مشكله او اول حاجه قابلتني انا موضوع اللجان الشعبيه. انت عشان تصل اصلا وتعمل اي صله مع الناس المسؤولين من المشروع ده او الفكره دي بتاع التمويل الاصغر بتقابلك عقبات في طريقك. انا بالتحديد ما بتكلم عن ناس ثانيين، بتتكلم عني انا وماد. انا ساعات طلعت ومشيت عشان اقابل الناس ديل، اول حاجه قال لي امشي اللجان الشعبيه. اللجان الشعبيه المفترض تساعد المواطن مهما كان وضعه، ما دام رجع لها بطريقه مبسطه توصل الى هدفه. نعم. مش تجيب عقبه طريقه. وليه انا اصلا اذا كنت انا عندي الماده والامكانيات عشان انا ادفع وادفع وادفع، ما كنت لجأت لناس يساعدوني عشان اعمل مشروع صغير اقدر انا ابدا به حياتي عشان نعم. يكون بعد ذلك عندي مؤسسه خاصه بي. بعد عقبه اللجان الشعبيه كان في ثاني عقبه اخرى؟ ايوه، اللجان الشعبيه هم ما بيرفضون يديك اوراق، بل بالعكس، لكن في مقابل لا كبير. انت بتمشي عشان تعمل حاجات، تطلب منك حاجات معينه او صور شخصيه، وبعدها الاوراق بتاعت السكن، الشهادات زي كده العاديه المفروض تسوق لها مجان. المشكله كانت في المبلغ، يعني زول بيدفعوا نظير الخدمات اللي بتقدمها اللجان الشعبيه؟ ايوه 150 مثلا، 150 الف 150 جنيه بالكلام حقنا طبعا هسه الحالي. 150 جنيه دي اذا كان الواحد ما معاه حيكون اليوم بتاعه راح، لانه حيرجع عشان يدبرها مثلا كويس. بعد كده انت تحصلت على الورق ومشيت، نحن مشينا وقعدنا وعملنا اجتماع وكده مع الجماعه ديل، الكلام بتاعهم طبعا كويس جدا لا غبار عليه زي ما يقولوا، لكن في حاجات بعد كده بدات تظهر اثناء الاجتماع انا خوفتني صراحه، اللي هي شنو؟ بيلزموك انت المستفيد انك تدفع قسط معين بعد شهر من استلامك للتمويل الاصغر في وقت محدد، ما عندك اي مفر انك انت تدفع مهما كان الا اذا كان عندك ظرف منعك اللي هو مثلا مرض. تجي او تتصل او ترسل انسان من ناحيتك للناس دي انه انا والله مريض ما قدرت ادفع، فبيدوك فرصه ثانيه ودي اخر فرصه لك، بعد ده بيسحب الموضوع منك كويس. لقيت الاقساط فوق الطاقه لزول مبتدئ اهداف في مشروع جديد كويس، انك انت ممكن بعد ذاك تفشل الفشل الاول، واي نجاح بدايته كانت فشل تقريبا، دي حاجه انا عارفاها. الواحد في الاول يقع ويقوم، بعد ذاك ممكن يجري صح ولا لا، او يحلق زي ما بقول. انا بعد مشيت لقيت انه انا حيلزموني بادفع مبلغ معين، بعد ذاك الحاجه مش غير القصد الاساس اللي انت حتدفعه لهم من التمويل ده لهم، لا انت عندك 24 كمان في المية دي زياده حقت مصاريفات انت بتشارك فيها غصبا عنك بدون حتى ما يسالوك، لا خدت قدامك حاجه ضروري انت تعملها، تدفع 24% من المبلغ لهم مع الاكثر قصد نفس الكل. ده كله بعد شيك الضمان يا ام وعد؟ نعم نعم. انت بتقوم تدفع 24% اللي هي شنو؟ لو سالتني حجابك والله العظيم هم بيقول لك الحلاوه بتتقدم للناس الاجتماعات بتاعت الاجتماعات بتاعتهم اللي بتخص التمويل الاصغر للافراد المستفيدين مهما كانت شرايحهم، في ناس متطوعين عندهم ناس راس مال بسيط ما عارفين يزيدوه، في ناس اصلا بعدين من الصفر يا جماعه جايين لكم احنا عشان تساعدونا.
نحن عايزين نعمل حاجه ونفيس مصاري، كيف انا اقوم اشارك بعصاير بكميه من الناس واشارك بعلب بتاعت حلاوه، وانا اساسا ممكن يكون انا عندي طفل في البيت عايز حليب ما عندي حليب، ممكن صح ولا لا؟ نعم. فانا مش في حاجات كده تستفز الانسان صراحه، كويس؟ هم فكراتهم عموما ما فيها مشكله، لكن في تفاصيل هم معايا صراحه يعني القصه ما اتحركت. نعم. انت تجربتك كانت مع بنك تجاري ولا مع بنك الاسره ولا مع شركه للتمويل الاصغر يا معاذ؟ بنك الاسره، بنك الاسره، كويس؟ فانا مشيت لهم وكل امر ان انا اقدر اساعد نفسي في الحاجه دي، وانا والله كنت ملتزمه جدا وعارفه نفسي باذن الله تعالى انا حامشي لقدام، لكن كلام خوفني في حته انه في خلال سنه ترجع القروش كلها، طبعا حستفيد شنو؟ اذا كنت كل شهر انا حجيب لكم مبلغ كبير جدا ممكن انا اتدين وحتى ما اقدر انا ادفعه لكم. نعم، كان السقف في التمويل كم يا ام وعد المقترح يعني؟ 20 للمشروع بتاعي قبل 3 سنوات كان 20,000؟ لا ما 3 سنوات، انا جيت السودان قبل 3 سنوات، لكن المشروع التمويل الاصغر طرقت باون ومشيت لحد عندهم حضرت الاجتماع بتاعهم وفرحت جدا بكلامهم، القانون كان كلام كويس وكله مليان امال واحلام ورديه زي ما كان حاصل قدامنا كلنا الاخوات اللي كانوا معي. اتضح انه بعدها بتظهر حاجات اثناء الاجتماع، كل واحده عندها مشروع مختلف من اخوتها مثلا، كل واحده عندها مشروع ما يشبه الثانيه. لقيت انه دي بيرد لها بانه لا الحاجه دي ما حقدر اشتريها لانها غاليه، والحاجه نفس يعني نفس المنوال. انت واصلتي معاهم يا ام وعد يعني واصلتي واخذتي تمويل ولا؟ انا ما ممكن اتورط، انا دوار استحبتها احسن استحب قبل ما اتورط. شكرا لك يا ام وعد، كتر خيرك، يعني صوره واضحه ووصلت، كتر خيرك، سعدنا بهذه الاضافات، كانت تجربة، نسأل الله سبحانه وتعالى إنها يعني تكلل بالنجاح. شكرا لكم وعد.